الرسالة اللي وصلتها الأجهزة الأمنية والقضاء من خلفها لجان قصير وميغافون ومن وراها لكل الصحافة المستقلة بالبلد، كمان استدعاء مصدر عام والتهديدات اللي عم بيعانوا منها أو عم بيواجهوها الصحفيين كل يوم خلال عملهم، إن كان اعتداءات بالضرب أو غيرها، هي كلها ممارسات بوليسية عم تهدف إنه تسكتنا كصحفيين، لأنه نحن الصوت الوحيد الباقي مع الناس بهيدا البلد، إنه بيأسس لمرحلة جديدة سوداء بالتاريخ لبنان. نحن حنقولها لها بالمرصاد، رح نرفض أن يردونا لهيدا المرحلة. محاولة السلطة اليوم أنه تستهدف النشطاء وتستهدف الصحفيين بالذات هو مؤشر خطير، أنه رايحين على مكان ربما المنظومة تشعر بأنه هي مارجن لربحت إلى حد ما، تعتقد أنه هي قدرت تبلع اللبنانيين كل أكلاف هذه الأزمة، واليوم بدها تكفي على الصحفيين. وقفتنا اليوم هي لرفض كل محاولات الإسكات والاستهداف ضد حرية التعبير وحرية الصحافة. اللي شفناه بالأيام الأخيرة هو آخر محاولات السلطة للقبض على حياتنا من خلال تكريس مبدأ الإفلات من العقاب. نؤكد الموضوع بيتخطى ميجافون تماما، الموضوع بمس بالحريات بشكل عام، حرية الصحافة بشكل عام، بس كمان أي شخص اليوم بده يعترض هاي السلطة. اليوم اللي عم بيصير هو مش بس محاولة تخويف، بس كمان هي محاولة ترويض للمجتمع ككل، ونحن كمنصة إعلامية متخيل واقفين بدرب هذا المسار. ميجافون دورة ظل مكملة بنقل الصورة اللي بنعتبرها الصورة الأوضح لهذه السلطة، متخيل هذا الشيء استفزهم. المنشور يلي طلع ويلي كان تم الاعتراض عليه اللي بيقول لبنان يحكمه فارون العدالة، بلخص ببعض الكلمات وبعض الصور المشهد الحالي بلبنان. سياسيين وأمنيين وقضاة معتبرين أنه مش معنيين بالمسائلة ومن معنيين بالقضاء وقادرين يكملوا حياتهم كأنه شيئا لم يكن.